أود أن أوجه تحية أيضا وتحية شكر وتقدير للآباء أبناء الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة الذين يخدمون هذه الرسالة منذ سنة 49 كما ذكرنا حضرة المدبر العام، وهي رسالة بوجهيها الرعوي والتربوي. أحيي كل الذين يعاونونهم في الرعية والمدرسة والمعهد، ونذكر بصلاتنا كل الذين تعاقبوا على خدمة هذه الرسالة من المرحوم الأباتي أغسطينوس السركيس فإلى المدبر العام الأب توني فخري، فإلى الرئيس الحالي الأب بسام عيد الذي ينهي رسالة خدمته، وإلى الأب مارون شليط الذي يخلفه في الوظيفة مع معاونه الأب آسيا الصافي. أتمنى لهما النجاح وللرسالة دوام النمو والازدهار. من هنا، من دكار، من كنيسة سيدة لبنان، نوجه لهم النداء، نوجهه إلى السلطة السياسية عندنا لتدرك حجم مسؤوليتها عن ضياع شعبنا وشبابنا، ضياعاً اقتصادياً ومعنوياً ومعيشياً ومصيرياً، ولتقر السلطة السياسية عندنا بفشلها. بلادنا تمر في ظرف دقيق استثنائي، ولذا يقتضي ممارسة سياسية استثنائية تعلو على المعالجات العادية الرتيبة البطيئة وعلى المناكفات الصغيرة وغير المسؤولة.